الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال بإذن الله، ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة، ويعني في فيديو جديد. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الملوية سهلة، مقاديرها بسيطة، يعني بمقادير حلوة. كنوجدها باللوز، كتجي يعني هائلة ومغايرة على المعتاد اللي موالفين كنوجدوه. غادي نبداو إن شاء الله بمقادير هاد الملوية هادي. عندي هنايا نص كيلو ديال دقيق الفرز اللي غني غربلته، عندي واحد الخمارة ولكن ما غاديش نوضعها مع الدقيق، غادي نوضعها مع الزبدة. هنايا عندي الزبدة تقريبا واحد 200 غرام اللي ذوبتها حتى وخليتها يعني حتى تذهبات، حيدات لي داك الماء والحليب ديالها. غادي نوضع هاد الخماره معاها ان شاء الله. وعندي هنايا قليل من اللوز اللي غادي حمرته مع بالقشره ديالو، قدته درته في الفران حتى تحمر ليا واحد شويه، وطحنته بالقشره وضفت معاه القليل من السكر وشويه ديال القرفه اللي بغى يضيفها. السكر كيبقى على حسب الاختيار والذوق ديال كل واحد. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ، انا غادي نخدم هاد العجين بالملوي، غادي نديرو في العجانه. عندي هنايا نص كيلو ديال دقيق الفرز اللي غاني غربلته من قبل. غادي نضيف معاه القليل من الملح، غير شويه، وغادي ندوز. غادي نوضع هاد الدقيق ديالي في العجانه، غادي نخدم الملوي ديالي مزيان. بطبيعه الحال غادي ندير انا فقط الماء البارد، لان ما غادي نضيف فيه لا خميره لا والو. كما شفتوني درت يلا شويه ديال الملحه، غادي نخلي الملوي ديالي تعجن ليا مزيان. كل سيده راه عارفه يعني القياس ديالها كيفاش كتخدم عجين الملوي. العجينه ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه بلا قياس، مهم واحد شويه لان مازال غنخليوها ترتاح وهي كتطلق لينا. غادي نخدمها مزيان وغادي نكورها كويرات صغيره الحجم ديال واحد المشماشه، وغنخليهم يرتاحوا. غنتلاقى ان شاء الله معكم من بعد في اتمام الوصفه. وعلى العجينه ديالي كما كتشوفون، بعد ما خدمت العجينه ديالي مسمن مزيان وكورتها كويرات بهذا الحجم هذا، خليتها كترتاح. غادي ندوزو دابا ان شاء الله باش نطلقوها. هذه هي الخماره اللي قلت لكم قبيله، غادي نزيدها مع الزبده اللي مذوبتها باش غادي نورقوا بها العجين ديال المسمن ديالنا. ممكن اللي بغى ما يضيفهاش في الزبده يضيفها مع اللوز، خلطوها مع اللوز هي باش تعاوننا على التوره. غادي ندهن بالزبدة كما شفتو، غادي ورقت المسمن وغادي ندردر اللوز اللي راه مخلط مع شوية ديال السكر شوية ديال القرفة. غادي نلويها، غنجمعها الجميع المعتاد كما كنجمعوا يعني المسمن. تقريبا يعني السيدات تبارك الله راه كيعرفوا كيفاش يجمعوها. انا غير بغيت يعني نشارك معكم هذه الفكره اللي كندير ديال هذا المسمن، هذا كيجي لذيذ. حنا مولفين الاكثريه كنديروه يا بالشحمه يا معمر بالخضره يا هي بالزبده هكا يا مورق، ولكن بهذه الاضافه هذه راه كيجي لذيذ، كيجي مقرمش. نتمنى تجربوه.
غادي ندوز عاود غادي نطلق الكره الثانيه. ثم كما كنشوفوا العجين ديالي يعني راه ترخف وكيعطيني الطوع دغيا كيتطلق، غنبقى نطلق فيها حتى يبان ليا سطح العمل. هادشي اللي كيبان لكم راه اللوز مازال لاصق ليا في يديا. غادي ندهن بالقليل من الزبده وغادي نوضع عاوتاني كميه من خليط اللوز، وغادي نهز هاد الملويه الاولى اللي جمعت وغادي نحطها في وسط العجين الثاني ونجمع ليها الاطراف بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله نزيد معاكم واحده اخرى. شويه ديال الزبده باش تجينا مورقه وتجينا مقرمشه، وغنجمع عليها بنفس الطريقه. اللي بغى يزيد هكا كما كنضيف انا كنعمرها باللوز باش ما تجيش خاويه، وغنجمع عليها بهذه الطريقه هذه. واخا يتقطع هنايا ماشي مشكل، راه مازال غادي نديرو يعني عجين اخر، غادي نستمر بنفس الطريقه كما شفتو حتى نكتالي الكميه ديال العجين اللي عندي كامله، ونتلاقى ان شاء الله معكم من بعد. ديالنا بعد ما كملتها كامله وجمعتها كيف ما كتشوفوا، غادي نخليها دابا ترتاح واحد 10 ديال الدقائق باش تعطيني الطوع انني نطلقها على القزديره، وغادي نسخن الفران وندخلها طيب على نار اللي تكون متوسطه حتى طيب على خاطرها من التحت، ونحمروا لها الوجه ديالها حتى هو، ونتلاقى ان شاء الله معكم من بعد ما نخرجها من الفران. وهي نسمنا ديالنا البنات كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بعد ما خليتها كطيب في الفران تتحمرات كما كتشوفوا، خدات الوقت ديالها، طابت من التحت وحمرتها من الفوق، جات مقرمشه
كتجي لذيذه والمذاق ديالها يعني مختلف على اللي موالفين كنديروه. دهنتها بالقليل من العسل ودردرت عليها شويه ديال لي زامون دي فيلي. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجاب ديالكم وتجربوها، لانها عن جد يعني كتجي لذيذه والمذاق ديالها كيجي هائل جدا. وكما كتشوفوا يعني المقادير ديالها بسيطه في متناول الجميع وكتوجد بسرعه، يعني ما كتاخذش منها وقت كثير. غادي نقطع واحد شويه، ها نتوما كما كتسمعوا راه كتجي مقرمشه، ما عرفتش القرمشه ديالها واش كتوصلكم ولا لا. مقرمشه مزيان كتجي يعني هائله، كنتمنى يعني تجربوها. ها نتوما كما كتشوفوا راه مقرمشه، ما عرفتش الصوت واش كيوصلكم ولا ما كيوصلكمش. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الملويه هذه بمذاق اخر يعني ومختلفه على المعتاد اللي كنجربوه. والى اللقاء في وصفه اخرى باذن الله.